الاول حصل حركه تجميل في الكليه وكده، فاحنا حبينا احنا كمان نسيب بصمه لينا، فكان مشروع عندنا ان احنا نجمل حاجات ونشتغل كولاج وكده ونجيب صور ونبدا نعمل لها موضوع. جبنا مجلات وبدانا نقصها، واخترنا موضوع يعني ده موضوع تاني، موضوع تاني عن الروماني، يمكن ده اقرب للرسم اكتر. اخترنا الفن الفرعوني والروماني وكده، وابتدينا نجمع عنه صور وبرده نقرا عنه عشان نعرف نركب الصور على بعض ازاي. احنا اخترنا مواضيع عن ارتباط الفن ببعضه، من اول مثلا الفن الروماني لحد الفن الحديث. زي هنا في هنا الصور عن الفن الروماني، وهنا ابتدينا نمشي لحد الفن الحديث، اختلاف شويه بالرسومات. الاول غلفنا البكرات، بعد كده ابتدينا كل واحد يشتغل على فكره معينه. في مجموعه اشتغلت كولاج، وفي مجموعه تانية اشتغلت حاجه اسمها دي كولاج. الكولاج ان هم بيجمعوا صور مع بعض، انما دي كولاج بيبقى فن تزييني اكتر. يعني هو احنا في الاول خالص بدانا ندي وش زي دهان بس كله بالجرايد والغيره طبعا. بعد كده جمعنا بقى جرايد عاديه ولوح، لوح بتاعتنا بتاعت الفن، وصور مجلات عاديه لاشخاص عاديه جدا، ودخلنا كمان خدنا من الفرعوني. يعني حبينا ندخل كذا فكره مع بعض وكذا تراث مع بعض، والحمد لله نجحنا. ده كان حلو ان احنا بنجيب بعض، بندور المخلفات والمجلات والجرانين، وبنرسم عليهم او نحطهم بشكل جمالي علشان يدي المنظر دوت زين الجدران. قعدنا مثلا بتاع 8 ساعات في اليوم، 3 ايام متواصله شغالين في اللوكرات. 3 ايام كان بنواصل مثلا اوقات كنا مثلا لحد الساعه 10 بالليل قاعدين بنشتغل بعد المحاضرات. طبعا بعد يوم المحاضرات النهائي بيخلص نبدا بقى احنا شغل في اللوكرات. واتفقنا ان احنا كلنا دفعه سنه رابعه ان احنا نشتغل ونعمل اللوكرات، كل واحد يعمل فكره جديده مختلفه جزء من الكلية، عشان كل واحد يبقى سايب بصمته في الكلية. عملنا حاجة تبقى حاجة مختلفة. ناس كتير قوي اعجبت جدا بيه، وقالوا لنا طب ازاي، وفهمونا بتبدأوا ازاي، وجابوا معانا صور وبدأوا يجمعوا معانا. ناس كتير قوي استجابت للموضوع وعجبها، وفي ناس حابة تعمله في البيت عندها كمان. زمايلنا اللي احنا عملنا من الكرات فرحوا جدا بالشغل وعجبهم جدا، والناس اللي بتيجي من بره عشان تخش بس تتصور مع الشغل، فطبعا ده كان بسيطنا وكده. احب اشكر دكتور ابراهيم لان هو اللي ساعدنا في الموضوع ده، ووقف معانا جدا بصراحه، واحب اشكره جدا. مش شرط تبقى الماتيريالز اللي بنشتغل بيها غاليه جدا عشان نطلع شغل حلو جدا. واو، من اقل حاجه ممكن تعمل حاجه كبيره قوي والناس ما تكونش متوقعه ان الشغل ده هيطلع، ومن اقل وابسط الخامات بتطلع حاجه كبيره وتعجب الناس.